أستاذي الكريم، يعني بالنسبة للصين وصراعها مع الولايات المتحدة، لا شك أنها تقتنص اللحظة المناسبة لتوجيه رسائل وتأكيد لتؤكد موقفها الحاسم من موضوع تايوان، وبالتالي فالمرحلة الانتقالية التي تمر في الإدارة الأمريكية والمنافسة المحتدمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ثم انغماس الولايات المتحدة في المأزق الأوروبي في أوكرانيا، وأخيرا وليس آخرا الاهتمام والمشاركة في التوترات والحرب الحاصلة في الشرق الأوسط من خلال إيجاد كل وسائل الدعم والدفاع عن أي هجمات إقليمية إيرانية يتعرض لها الكيان الإسرائيلي من قبل إيران أو حزب الله أو حتى المقاومة في غزة. فإذا هي لحظة تاريخية، هي اللحظة المناسبة التي تسمح للصين بالتذكير وبتثبيت حقها في تايوان. لكن دكتور، البعض يعتبر أن ما يجري في تايوان هو صورة للصراع غير المباشر وغير المعلن بين الولايات المتحدة والصين. هذا ما أشرت إليه بطريقة أكثر شمولية. هذه المواجهة لن تتوقف، ولكن هناك مفاوضات، يعني لا يمكن للولايات المتحدة أن تخوض معارك واحدة على المستوى الجيوستراتيجي، فهي تهادن، وخاصة أن المصالح التي تربطها بالصين اقتصاديا تجعل الطرفان يحسبان بدقة مستويات التوتر بينهما، خلافا للعلاقة الروسية الأمريكية غير المتوازنة، حيث الاقتصاد الروسي اقتصاد بالكاد يشكل ما يوازي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الصين لها حجم الاقتصاد هو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة. فبالتالي طبيعة الخلاف وطبيعة الصراع لا يمكن أن يكون متشابها، لا بل أن الولايات المتحدة ستسعى كي لا يكون هناك في خلافها مع الصين، كي لا يكون هناك تحالف موحد وتوجهات مشتركة مع روسيا. لذلك تعتمد عملية الاحتواء السياسي البطيء ولكن الهادئ حتى الآن كي لا تستفز الصين وتجعلها تنحاز كليا إلى المحور الروسي المنغمس والمتورط في المستنقع الأوكراني حاضرا. لكن هل يمكن المقارنة بين الصين وتايوان وروسيا وأوكرانيا، أم أن الأمور مختلفة دكتور نزيه؟ أعتقد أنها مختلفة، لأن الأزمة الأوكرانية هي أزمة من إرث الحرب العالمية الثانية، وبالتالي في حين أن أوكرانيا هي نتيجة صراع استراتيجي بين الدول الغربية من ناحية والطموحات الروسية التي لطالما كانت تسعى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى إعادة احتضان واحتواء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، إما عن طريق الحماية العسكرية أو عن طريق
العلاقات الاقتصادية التكاملية بين بعض دول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مع روسيا. فبالتالي الأوجه مختلفة، وإن كانت بالنتيجة هو صراع بين محاور كبرى، صراع الفيلة التي يمكن أن تدمر كل من يقف في وجهه أو أن ينغمس مع أحد الطرفين أو الأطراف المتنازعة. أشكرك جزيل الشكر دكتور نزيه الخياط الباحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من كندا.